الزملاء الأفاضل، الزميلات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصارا للوقت والجهد، سنتعرف إن شاء الله في أقل من دقيقتين ومن خلال خطوتين على كيفية طباعة بيان حالة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية. تابعوني. أولا، يلزم إنشاء حساب مدرسي موحد، وذلك من خلال الدخول على محرك البحث جوجل وكتابة الحساب المدرسي الموحد. تظهر هذه الواجهة، الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية، ونختار منها حساب المعلم. بيطلب مني كتابة الرقم القومي وكذلك كود المعلم. في مربع عندي هنا بضغط عليه، مكتوب عليه أنا لست برنامج روبوت، ده بيأكد إن أنا إنسان بأتعامل مع الحاسب الآلي، ثم التحقق من البيانات. بمجرد ما بتفتح الصفحة بنجد هذه الرسالة: تم التحقق من البيانات بنجاح ويمكنك الآن تفعيل الحساب. لكن أسفل هذه الرسالة بنجد الاسم رباعي ونجد اسم المديرية التعليمية، كذلك الإدارة والمدرسة التي يعمل بها. أسفل البيانات الأساسية بيطلب مني تعيين كلمة مرور، وينبغي أن تكون كلمة المرور 10 أحرف، ويجب أن تحتوي على حرف كبير وحرف صغير وأرقام ورموز، وأن يكون واحدا من هذه الرموز متضمن في كلمة المرور. هذه هي الرموز، نختار أي رمز منها بالإضافة لمجموعة أحرف كبيرة وصغيرة وكذلك أرقام. أسفل هذه الرسالة بنجد مطلوب مني كتابة رقم الموبايل، ثم البريد الإلكتروني البديل. بيطلب بالمناسبة بريد إلكتروني بديل، حتى إذا أنا نسيت كلمة المرور يراسلني على البريد الإلكتروني البديل، ويمكن تعديل كلمة المرور من خلاله. بكتب بريد إلكتروني بديل. بيطلب مني كمان كتابة كلمة مرور جديدة، أي كلمة مرور جديدة تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة باللغة الإنجليزية طبعا، وكذلك أرقام ورموز. كمان في مربع أهو بعلم عليه اللي هو أنا لست روبوت، وأختار إنشاء الحساب وإرسال كود التأكيد إلى البريد الإلكتروني البديل. لازم يكون بريد فعال عشان هتوصلني عليه رسالة دلوقتي عليها الكود، أو إنشاء الحساب وإرسال كود التأكيد إلى الموبايل، أو إنه هيبعت لي رسالة SMS على الموبايل. أيهما أسهل يعني في استخدامه، سواء البريد أو رسالة الموبايل؟ أختار واحدة منهم، وليكن إنشاء الحساب وإرسال كود التأكيد إلى البريد الإلكتروني. وبكده انتهينا من الخطوة الأولى، وقد تم إنشاء الحساب بنجاح. لكن بيطلب مني كتابة وحفظ اسم الحساب وكلمة مرور في مكان آمن علشان أستخدمهم عند الدخول مرة أخرى. يستحسن إن أنا آخد سكرين شوت بالموبايل بتاعي وأحتفظ بالسكرين شوت ده على الموبايل، أو إن أنا أطبع الرسالة دي اللي مكتوب فيها اسم الحساب وكلمة المرور علشان أدخل بيها لطباعة بيان حالة أو لحضور تدريب أو للترقية. وفي حالة نسيان كلمة المرور يمكن القيام بعملية التسجيل مرة أخرى. أعزائي متابعي القناة، بنصل إلى الخطوة الثانية لطباعة بيان الحالة بالدخول على محرك البحث جوجل مرة أخرى، ونكتب في محرك البحث نظام إدارة الموارد البشرية. دي الصفحة الخاصة بنظام إدارة الموارد البشرية واللي فيها بيانات المعلمين والإداريين، وبيطلب مني تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت اللي أنا بحتفظ بيه عندي على الموبايل من خلال السكرين شوت اللي احنا عملناه في الإيميل، وفي كمان الباسورد كلمة المرور. بيظهر عندي مربع حواري مطلوب فيه كتابة البريد الإلكتروني للحساب الموحد. نيكست التالي. بيطلب مني كمان الباسورد كلمة المرور، وساين إن تسجيل دخول، وأختار الصلاحية موظف طبعا. تظهر عندي هذه الصفحة: عرض بيانات معلم أو موظف وطباعة بيان الحالة. بالنقر عليه تظهر عندي صفحة بيان الحالة المطلوب طباعته، وفيها كل البيانات الأساسية الخاصة بالموظف. وأعلى الصفحة هنا طباعة تقرير بيان الحالة. بالنقر على هذه الأيقونة يتم طباعة بيان الحالة، لكن لابد أن اللاب أو الكمبيوتر يكون متوصل بالبرينتر. ده كان نهاية الفيديو، إلى أن ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. لكم مني
أطيب المنى وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.